بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة 9. هذه السرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة الضحاك ابن سفيان الكلابي إلى بني كلاب، إلى جماعته وبني خيه وأقاربه، لعلهم أن يهتدوا إلى الحق ويسلكوا مسلك الرشد، فيطيعوا ابنهم وولدهم والذي يعرفونه ويعرفون نصحه لهم، فما أطاعوه. نعم. قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني كلاب، جيشا إلى بني كلاب وعليهم الضحاك ابن سفيان بن عوف الطائي، ومعه الأصيد بن سلمة، فلقوهم بالزج زج لاوة، فدعوهم إلى الإسلام فأبوا فقاتلوهم فهزموهم، فلحق الأصيد أباه سلمة، وسلمة على فرس له في غدير بالزج، فدعاه إلى الإسلام وأعطاه الأمان فسبه وسب دينه. من المجاهدين ابنها أبو هذا الرجل، هذا الرجل الأصيد بن سلمة، فلقوهم في مكان يقال له الزج، فأول ما صادف والده فدعاه إلى الإسلام فأبى، وسب الإسلام وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الدين، فما استطاع الولد أن يقتل أباه ولا رآه مناسب، وإنما عقر فرسه بأن ضرب عرقوبي فرسه فوقف وسقط الأب، فجاء شخص آخر وقتله لأنه تحاشى أن يكون قاتل لأبيه، مع أنه ما عنده مانع، لأن الدين الإسلامي فرق بينه وبين القرابة الكفار. فلحق الأصيد أباه فسلمه وسلمه على فرس له في غدير الأزج بالزج، فدعاه إلى الإسلام، دعا أباه إلى الإسلام فأبى وامتنع. نعم. فلحق الأصيد أباه سلمة وسلمة على فرس له في غدير بالزج، فدعاه إلى الإسلام وأعطاه الأمان فسبه وسب دينه، فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه، فلما وقع الفرس على عرقوبيه ارتكز سلمة على الرمح في الماء، ثم استمسك حتى جاء أحدهم فقتله ولم يقتله ابنه، ما قتله ابنه، تحاشى قتله، وله أن يقتله لكنه تحاشى قتل أبيه فتركه، لما وقف ما يستطيع أن يهرب على الفرس، وقد عقر الفرس ما يستطيع أن يمشي، فجاء آخر وراه واقف ومعه الرمح يريد القتال به بعدما سقط من الفرس فقتله. وذلك في شهر ربيع الأول سنة 9 من الهجرة، سنة الوفود التي تقدمت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت إليه. نعم. فصل. ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة سنة 9 في شهر ربيع الآخر.
قالوا: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الحبشة تراياهم أهل جدة، فبعث إليهم علقمة بن مجزز في 300، فانتهى إلى جزيرة في البحر وقد خاض إليهم البحر، فهربوا منه. فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهليهم فأذن لهم فتعجل عبد الله بن حذافة السهمي فأمره على من تعجل وكانت فيه دعابة، فنزلوا ببعض الطريق وأوقدوا نارا يصطلون عليها، فقال: عزمت عليكم ألا تواثبتم في هذه النار. فقام بعض القوم فتجهزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها، فقال: اجلسوا، إنما كنت أضحك معكم. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أمركم بمعصية فلا تطيعوه. هذا القائد لما استولى على هؤلاء طرب منهم أجمعوا له حطبا، فجمعوا حطبا كثير، وقال: أوقدوا. فلما أوقدوا قال: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى، مرنا ونطيع. فقال: آمركم بأن تقتحموا هذه النار، تدخلوا فيها. فبعضهم رأى له أنه دخلها، يعني كأنه قرب منها دونها، وبعضهم قال تشاوروا، قال: الطاعة بالمعروف. قالوا: نحن ما أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجبنا للقتال معه إلا هروبا من النار، فكيف ندخلها في الدنيا؟ فرفضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها، لأنهم أهلكوا أنفسهم هم، ولا يليق بالمسلم أن يهلك نفسه ولا يطيع ولي أمره في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر الأمراء، وإن تنازعتم في شيء أنتم وإياهم تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، انظروا ماذا يقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الطاعة بالمعروف، لا يجوز الطاعة للفاسق والعاصي بالمعصية، وإنما يطاع بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. فإذا أمرك الوالي مثلا ألا تصلي في المسجد فلا يجوز له ذلك، يعتبر ظالما لك، فعليك أن تصلي ولو عصيته. لكن لو أمرك بشيء مباح فيجب عليك أن تطيعه، إنما الطاعة بالمعروف. وكما نقل عن بعض العلماء أنه قال: لو أمرني الوالي أن لا أصلي في المسجد ما أطعته، لكن لو أمرني أن أتوقف عن الدرس لتوقفت. لو قال: لا تدرس، لا تأتي للمسجد، لا تأتي كذا، الاتيان للمسجد واجب، فيجب على الإنسان أن يصلي في المسجد، لكن لا يجوز له أن يعصي ولي الأمر في الدرس ونحوه، لأنها من الدروس التي ليست واجبة. قلت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال: بعث رسول الله كان فيه دعابة، يعني يقول: أضحك عليكم، أبشوف أنتم تطيعون ولا لا، ادخلوا النار. يوم فكر وكذا وانتقدوا قال: ما أنا بجاد يوم أقول لكم ادخلوها، أبشوف أنتم تطيعون ولا لا. ما يصح الدعابة في هذا، ما يصح. قلت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه، فقال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا، فقال: أوقدوا نارا. ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي؟ قالوا: بلى. قال: ادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.
فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصار وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره وأن الغضب حمله على ذلك. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن عدي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. فإما أن يكون واقعتين أو يكون حديث علي هو المحفوظ والله أعلم. ولذا قال جل وعلا فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما كرر الأمر بالطاعة في طاعة ولي الأمر، وإنما طاعة ولي الأمر في حدود طاعة الله وطاعة رسوله، لأن الله والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمران إلا بالخير والإحسان بخلاف ولي الأمر فقد يأمر بخلاف ذلك. فإذا تنازعنا من ولي مع ولي الأمر فنرجع وإياه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل متى يشرع هجر أهل البدع؟ هجر أهل البدع إذا كان لا يترتب عليه ضرر أعظم منه، فإذا ترتب على الهجر ضرر بأن تسلط بهذا الهجر على المسلمين المتمسكين بالسنة أو آذاهم فلا يجوز هجره، إنما الهجر تأديب، إذا رأى الإنسان أن فيه مصلحة استعمله وإلا فليحذر ذلك. يقول السائل ما حكم رفع اليدين للدعاء بين خطبتي الجمعة ورفع اليدين بعد الصلاة؟ رفع اليدين بعد الصلاة لا يخلو، إن كان الصلاة فريضة فلا يشرع ذلك، لأن المسلم مأمور بالذكر. أما إذا كانت الصلاة نافلة فيجوز رفع اليدين بعد الصلاة النافلة للدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، ورفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. يقول السائل أثناء الصلاة يقوم بإغماض العينين تلقائيا دون الشعور بذلك، ما حكم صلاتي؟ إغماض العينين في الصلاة مكروه، ولا يقال إنه حرام لأنه مكروه، لأنه فعل من يعبد النار غالبا يغمضون عيونهم لا تصيبهم النار، فهم يعبدونها ويسجدون لها ولا يطمئنون إليها لأنهم يخشون منها أن تضرهم، فهذا من جهلهم، فنهينا عن التشبه بأهل الأذى والظلم والعدوان وكل من يتسول له نفسه لما رأى بالسوء أن يسيء إلى نفسه أو يسيء إلى إخوانه المسلمين، فقد نهينا عن التشبه به. يقول السائل أنا موظف بقطاع التعليم وعند قدومي لأداء العمرة وضعت شهادة طبية لكي أبرر غيابي عن عملي، ما حكم عمرتي علما أننا في هذه الفترة في نهاية الموسم الدراسي لا نقوم بأي عمل؟ لا ينبغي لطالب العلم والمعلم أن يكذب ولا أن يزور شيئا لا يصح، وإنما ينبغي له الصدق، فإذا حرص على العمرة ولم يأذن له فينبغي له أن يبقى بلا عمرة، خير له من أن يعتمر وهو غير مأذون له، لأن وقته مشغول في التعليم وفيما يحتاج إليه، فلا يجوز للمسلم أن يخالف الواقع والحقيقة بأن يتخذ شهادة طبية بأنه مريض وليس كذلك، خشية أن يبتلى بمرض لا شفاء بعده. يقول السائل ما طريقة التعامل مع أقاربي إن كانوا ينصرون أهل البدع؟
تجب عليك المناصحة قدر المستطاع، أن تبذل النصيحة لأقاربك ولغيرهم، فمن خرج عن الصواب انصحه ليرجع إليه، ولا تهجره من أجل شبهة أو نحو ذلك. يقول السائل: نرجو نصيحة لمن يريد أن يحفظ القرآن الكريم. أن يخلص العمل لله تبارك وتعالى، وأن يستعيذ بالله جل وعلا ويسأله الإعانة والتوفيق، ويبدأ بالحفظ شيئا فشيئا، كلما كان ميسرا أسهل له وأدعى لحفظه إن شاء الله، بخلاف ما إذا أكثر الحفظ اليومي فإنه يوشك أن يصعب عليه إذا كثر عليه. يقول السائل: إخوين جرى بينهم تلاسن، فقال أحدهم للآخر: من يكون؟ فقال له مسلم، فقال الآخر: لست بمسلم، تأملا لحديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هل هذا يعد تكفيرا؟ لا يجوز للرجل أن يقول للمسلم: أنت لست بمسلم، إلا على تأويل بأنه ليس مسلما حقا، ليس مسلما إسلاما كاملا، لما يقع فيه من المخالفات. فهذا إذا صح أن يتأول فلا بأس عليه، وأما إذا كان في مجار الشجار والأذى ونحو ذلك فلا يجوز للمسلم أن يرمي أخاه المسلم بغير الإسلام. يقول السائل: ما حكم الكذب لتجنب الرياء؟ كأن يسألني شخص: هل تحفظ القرآن؟ فأقول لا، أو هل أنت صائم في غير رمضان؟ لتجنب المدح أقول لا. لا بأس بهذا على الإنسان إذا كان قصده إخفاء عمله والبعد عن الرياء، فلا بأس بذلك، خاصة إذا كان الصيام ليس بواجب. أما إذا كان الصيام واجب فيجب عليه أن يظهر ذلك. يقول السائل: ما هو الدعاء المستحب للميت؟ دعاء له بالمغفرة والرحمة، كأن تقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا المستحب في صلاة الجنازة، وإن قلت: اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا من خيرا من أهله وقيه برحمتك فتنة القبر وعذاب النار، وهكذا، فهذا حسن بإذن الله. يقول السائل: ما هو معنى اسم الله البر؟ اسم الله جل وعلا الإله، الله المألوه المعبود، فهو الله وحده لا شريك له، المعبود بكل لسان وكل لغة وكل فئة من الناس، وحقا له حق العبادة دون من سواه. يقول السائل: هل قراءة الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية هي قراءته للمأموم؟ قراءة المأموم خلف الإمام لها في حال العلماء رحمهم الله ثلاثة أقوال: منهم من أوجب القراءة مطلقا، ومنهم من لم يوجبها مطلقا، ومنهم من أوجبها في حال السر دون حال جهر الإمام الفاتحة. منهم من قال: تجب ويجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة أي صلاة كانت، لقوله صلى الله عليه وسلم: أي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب خداج خداج خداج، يعني لا قيمة لها. ومنهم من قال: لا يجب، بل المأموم مأمور بالاستماع للإمام ويكتفي بقراءة الإمام، لأن قراءة الإمام تكفي له ولمن خلفه. ومنهم من فصل بين الجهرية والسرية فقال: يجب على المأموم أن يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، لأنه يؤمن عليها
والمؤمن كالقارئ والداعي بإذن الله. يقول السائل: هل الشخص الذي يخرج ريحا أو قطرات بول في كل مرة يجب عليه إعادة الوضوء كل مرة؟ هذا لا يخلو إن كان هذا العمل باستمرار، كلما توضأ خرج منه ريح، أو كلما توضأ خرج منه نقط بول، فلا يعتبر من ذوي الأعذار، له عذر. فإذا توضأ يتوضأ بعد دخول الوقت ويتخذ وقاية تمنع نزول البول، ثم يصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ما دام في الوقت، فإذا خرج الوقت يجب عليه أن يتوضأ وضوءا جديدا. وأما إذا كان نادرا قليلا فيجب عليه أن يخرج من الصلاة كلما شعر بنزول بول أو ريح. فالبول والريح قد ينقضان الوضوء إذا كان نادرا قليلا، وإذا كان باستمرار فهذا قد يكون من ذوي الأعذار، يعذر بهذا، فله أن يتوضأ بعد دخول الوقت ويتخذ وقاية تمنع نزول البول. وأما الريح فلا يلزم منعها، لأن الريح لا جرم لها، وأما البول فيلزم أن يتخذ وقاية تمنعه وتحبسه في مكانه، فلا ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل حتى لو خرج منه ريح. يقول السائل: هل الشخص الذي يخرج ريحا يقول السائل ما حكم قراءة القرآن عند الأذان؟ قراءة القرآن لا بأس بها في كل وقت. عند الأذان يشرع لمن يسمع المؤذن أن يجيب المؤذن بمثل ما يقول، وإن قرأ بين الفترتين بين الكلمتين فلا بأس، كأن يقرأ إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا سكت المؤذن من هذه الشهادة أجابه السامع فقال أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. إذا كانت حاصلا الإجابة أنه يجيب لكن يقرأ بين الكلمتين فلا بأس بذلك، وإن سكت إصغاء لنداء الإمام ولسماع المؤذن فهذا أحسن. يقول السائل: ما حكم مد الأرجل إلى الكعبة؟ مد الأرجل إلى الكعبة لا بأس بذلك، لأن المسلم إذا مد رجله تجاه الكعبة ما قصد الاستخفاف بشأن الكعبة ولا عدم الاهتمام، وإنما يقصد راحة جسده وارتياحه لذلك. يقول السائل: هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الجنازة؟ نعم، يجوز لهن، بل يستحب إذا حضرنا الجنازة أن يصلينا عليها كما يصلي الرجال. يقول السائل: هل تقبيل الزوجة يفسد الصوم، وماذا يترتب على فعله؟ تقبيل الزوجة إذا كان من الشاب فيمنع من ذلك، لئلا يترتب على هذا التقبيل فعل المحظور وهو الجماع. أما إذا كان شيخا كبيرا أو إنسان عاقل فلا بأس عليه أن يقبل زوجته ولا يضر صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله شيخ كبير عن تقبيل زوجته فأباح ذلك له، وسأله شاب فمنعه من ذلك، قالوا لأن الشاب قد تثور شهوته فلا يملك نفسه فيقع بالحرام، وأما الشيخ الكبير فإنه يملك نفسه. ولما سأله عمر بن أبي سلمة عن تقبيل الرجل لزوجته
قال سل هذه، يعني أمه، أنه كان يقبلها وهو صائم. الرسول صلى الله عليه وسلم يملك نفسه ولا يخشى منه أن يجره التقبيل إلى المحظور. يقول السائل: هل المرأة تغطي شعرها في البيت دائما؟ لأن الملائكة تستحي أن تدخل البيت. لا يا أخي، ما ورد هذا. المرأة إذا كانت في مكان خالي فلها أن تبرز شعرها ولا بأس عليها في بيتها. يقول السائل: قمنا بعمل عمرة أمس فأذن المغرب ونحن في المسعى، سعينا 5 أشواط ثم صلينا المغرب، ثم قمنا للشوط 6 ونحن فيه جلسنا نأكل لمدة 10 دقائق ثم سعينا، فهل سعينا صحيح؟ لا بأس عليكم، السعي يستحب موالاته ولا تلزم. لو وصلت بين شوط وشوط فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل: هل الذي عنده تحليل دم عن طريق الوريد يفطر، وكذلك المتبرع بالدم؟ أما المتبرع بالدم فلا ينبغي له أن يتبرع به حال النهار إلا عند الضرورة، وأما تحليل الدم من طريق الوريد فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنه دم يسير. يقول السائل: ما حكم أن يصلي ركعتين بعد فريضة العصر مباشرة؟ لا يجوز ذلك، لأن بعد صلاة العصر يدخل وقت نهي عن الصلوات، فلا يجوز أن يصلي العصر ويقوم يصلي ركعتين سنة للعصر، وإنما سنة العصر قبلها، وبعدها لا يصلي إلا ذوات الأسباب، كان يسجد للتلاوة أو يدخل المسجد بعد العصر ويصلي ركعتين تحية المسجد وهكذا. فذوات الأسباب تفعل في المسجد، إذا فعلها المرء في المسجد فلا بأس عليه، وأما غير ذوات الأسباب فلا ينبغي أن يقدم عليها المرء. يقول السائل: الذي عليه عتق رقبة بسبب قتل النفس الخطأ، هل يوجد رقبة في وقتنا الحاضر؟ نعم يوجد في بعض الجهات، عليك أن تسأل عنها فتدل عليها إن شاء الله. فمن استطاع عتق الرقبة لا يجوز له أن يصوم ولا يصح منه الصيام، فإذا لم يستطع العتق صح عنه الصيام. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف حالق اللحية، وهل يترك الجماعة خلفه والصلاة وحدهم؟ الصلاة خلف حالق اللحية صحيحة، لأنه هو عاصي بحلق اللحية ويعتبر فاسق، لكن الصلاة خلف الفاسق تجوز. صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله يعني شهد أن لا إله إلا الله، فتجوز الصلاة خلفه. يقول السائل: هل كل من خالفناه أو خالفنا في مسألة يعتبر حزبي؟ فبعض الطلاب مجرد أن أخالفه في مسألة كالسترة والتصوير والعمل الجماعي يقولون هذا من أعمال الحزبيين المتساهلين ويجب هجرهم والتحذير منهم. لا يجوز أخي مثل هذا أبدا، المسلمون يجب أن يتعاونوا ويتناصحوا، ومن رأيته يخالف الدليل فانصح، وأما إذا كان مجال للاجتهاد فعلى المسلم أن يجتهد ولا يجوز الاعتراض عليه، بمجرد اجتهاده فهو يثنى عليه باجتهاده وتوهمه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم يختلفون في كثير من المسائل، وما كان أحد منهم يهجر الآخر ولا يسبه ولا يتعرض له بسوء.
يقول السائل: إذا قرأ الإمام الفاتحة جهرا هل يجوز لي أن أقرأها بعده؟ لا تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، أما إذا سكت الإمام وترك لك فرصة فلا تضيعها، فاحرص على قراءة الفاتحة إذا تيسر لك ذلك. يقول السائل: لي سكن وضعته للبيع وحال عليه الحول، فهل أخرج عليه الزكاة علما أنني وضعته للبيع قصد شراء سكن آخر؟ لا يا أخي، ليس كل ما حال عليه الحول ما وضع للبيع تجب فيه الزكاة، إلا إذا كان أصله للتجارة، إذا كنت اشتريته للتجارة لتتكسب من ورائه فكلما حال عليه الحول تزكيه، أما إذا كنت ساكن في بيتك فلا يجب عليك زكاته إلا إذا بعته وحال الحول على قيمته، أو اشتريت به آخر للتجارة فيجب عليك أن تزكي ما كان للتجارة، وأما ما أعددته للبيع فلا يلزم أن تزكيه، كأن يكون عليك مشلح، مثلا لو جاءك سائم له لبعته عليه وأنت ما أعددته للبيع، وإنما إذا جاءك مشتري بعته، وهكذا فالمرء يأتيه الإنسان يشتري منه بيته ويبيعه، ولا يجب عليه الزكاة إلا إذا حال الحول على قيمته وهي لم يتصرف بها. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.